انا سميتي محمد هاري، الجامعات يواردني، مشي خاتي زياد دواري خشان. دواري خشان عندي محل التجاره في دمنات في القصبه، على خاطر انا معروف تجربه الفلاح، تجربه الفلاح الناس سمعها في الجبل، وجاب لي ابراهيم تاكونت، جاب لي السناصر ديالو ابراهيم تاكونت للمحل ديالي، على خاطر انا معروف. شكون ابراهيم تاكونت؟ ابراهيم تاكونت الرمز العين حيث بالعمل، الرمز العين حيث بالعمل. ودخل ندير المحل وشويه كنهضروا كنهضروا على الانتخابات، وكيدوخني في الانتخابات، قال لي اي مشكل ملي كنهضروا في الانتخابات، قال لي اي مشكل اللي عندك محمد غادي نفكها. قلت له ودي عندي جوج دراري، عندي ولدي ونسيبي، بغيت نديهم للطليان. مرحبا، قال لي غادي نديهم للطليان. قال لي شنو عنده في الطليان؟ عنده الفيلمه ديال العنف، عنده الفيلمه ديال العنف في الطليان. قال لي غادي يخدموا في الطليان في 600 درهم للنهار. ودوخني السيد، والسيد دخل عندي ودخل وجاب الشاكور ديال الفلوس 150000 درهم، 15 مليون. ملي شفت حتى انا ذاك الفلوس، والسيد دار فيا الثقه ديال الفلوس، وقال لي فرقهم في الجبل. الوقت اللي انتخابات الحمله شحال عطاك؟ عطاني 150000 درهم، 15 مليون. عطاني 15 مليون، وقال لي خصك ناخذ من عندك الشيك غارانتي ديال جوج كونترا دار. الشيك غارانتي هو اللي خذ من عندي الشيك غارانتي ديال جوج كونترا دار. شحال فيها؟ فيها 10 مليون، 5 مليون للكونترا دار. قال لي النهار نجيب لك جوج كونترا دار، النهار نجيب لك جوج كونترا دار، حتى انا كنسلم لي هذا الفلوس، هذا المبلغ ديال الفلوس. قال لي غير جيب لي جوج كونترا دار، كنسلم لك 10 مليون. قال لي واخا، وصافي حتى انا مشيت. وزرني حدا الثلاجة عطاني فيه 15 مليون، 4000 هو الفاينات. حتى انا كنطلع للجبل، كنطلع 45 كيلومتر 50 كيلومتر، كنطلع المقاطعة تيتعني الناس، المقاطعة تيتسحى، المقاطعة تيتعني. شحال كتعطي الناس ديال الفلوس؟ كل مقاطعة كنعطي جوج الملايين، كل مقاطعة كنعطي لي جوج الملايين. لما جوج الملايين؟ جوج الملايين كنعطي جوج الملايين سي ابراهيم التيزي، وكنعطي جوج الملايين الهلالي الحسين، الحسين الهلالي كنعطي لي جوج الملايين، محنوي عزان كنعطي لي جوج الملايين. عيطوا مس من يولونس يعني كل هذو المرشحين، المرشحين ديال القبيله، وكيفرقوا الفلوس في القبيله تماما. والمقاطعه ديال ايكن كنفرق لي الفلوس بديطاي، انا كنفرق لي الفلوس بديطاي، قابله قانونيه كنفرق لي الفلوس بديطاي. شحال كتعطي كل هذا؟ كل هذا كنعطي 30000 ريال، هذاك الشيء مع الكارنيوات ديال الانتخابات. الا كثر الكارنيوات كنعطي على حسب البطاقات شحال عنده؟ على حسب البطاقات، الا عنده 15 بطاقه كنعطي 30000 ريال، 40000 ريال، 50000 ريال. اللي عنده 10 بطاقات كنعطيها 1000 درهم، 20000 ريال. وكنفرق الفلوس بديتاي. والجماعه سميتو المقاطعه ايغولاسن عطيت فيه 160000 ريال. المقاطعه يا خاش انا فرقت فيه الفلوس انا بديتاي. المقاطعه تلسخ عطيتهم السناصر ابراهيم، عطيتو ابراهيم وسميتو حسين جناح. وعطى واحد المقاطعه ديال اسميتو المقاطعه ديال ازلاك عطيتهم الفلوس ديتاي. ويروهان عطيتهم. ومن بعد شنو المشكل اللي وقع لك معاه بالضبط؟ المشكل اللي وقع لي بالضبط، السيد وليت انا كنخدم في الانتخابات، تنفرق الفلوس في الانتخابات، كملنا الفلوس في الانتخابات، وهضرت مع السيد تنجح وفرحت به. هضرنا دابا هو برلماني، برلماني نجح في البرلمان، وهضرت معاه في التليفون. رحمه ابراهيم قال لي نجح وفرحت فيه. عاود شنو سميتو هذا السيد؟ ابراهيم تاكونت، ابراهيم تاكونت حيث بالعمل، الرمز العين، الرمز العين. وفرحت به. قلت له واش ندير لك حوايج؟ قال لي جاب لي حوايج نهار الاثنين، ديك الساعه الجمعه والاثنين عنده الحفله، وديت ليها حوايج من الدوار ديالنا وفرحت به. تكملنا حوايج وهضرنا وهضرت معاه. قال له ودا السي ابراهيم تاكونت، قال له ودي عافاك عطيني الشيك غارانتي، على قش الشيك غارانتي والثقه، درت فيه الثقه. قال لي غير سيت نكمل الزحمة غادي نعطي الشيك ديالك. ورجعت بحالاتي شهر 12 مشيت عندو المحامي في مراكش، على قاش عندو الدار في المحامي في مراكش. مشيت عندو المحامي في مراكش، ودي ابراهيم الله يخليك الله يحفظك عطيني الشيك ديالي. قال لي غير سيت شهر واحد انا ما عنديش شيك في هذه المنطقة، عندي فولة. ورجعت بحالاتي، ملي رجعت بحالاتي عاودتني شهر واحد مشيت عندو، قال لي جوج كلمات غير عطيني جوج كونترادات ولا عطيني الشيك ديالي. قال لي راه عندي الشيك فولا، غير الله ما نسى الخير ديالك، سير شهر جوج غادي نعطيك الشيك ديالك، سير محمد. ورجعت بحالاتي شهر جوج وهضرت معايا البنكة ديالي، البنك التجاري، قلت له محمد ها واحد الشيك ديالك راه دخل، اش الشيك اودي اللي دخل؟ قال لي الشيك ديال 10 الملايين، وليت انا كنبكي على قصد دفع لك الشيك اللي كنت عاطيه ليا ضمانه. اي ضمانه، هذاك الشيك ضمانه ماشي ديال الفلوس، ضمانه النهار يجيب لي جوج كونترا ديال الطليان على قصد هو حراق.
راه كيبيع 15 كونطرادا في العام. هذا مولف كيدير هذا الشيء. مولف كيبيع الكونطرادا، كيبيع الكونطرادا، كيبيع الكونطرادا. هذا السيد المشهور في اقليم زيدان، هذاك مشهور، هذا كيبيع الكونطرادا. والسيد قال لي غندير لك كل انا ذوقت ونصبني ودخل عندي المحل، راه تعذبت. وهذا الشيخ مشهور هذه، نقول لك الشيخ مشهور هذه باش نزيد المحل ديالي من الانتخابات. وعطيت انا ونزيد نزيدكم واحد الكلمه. حيت خفتي زعما لا يشدوك. اه خفت انا لا يشدني. خفت زدت انا 7 الملايين، زدت انا 7 الملايين من الجيب ديالي. هادشي ما كانش شي كي، ولكن زدت انا 7 غير داكشي اللي عطاني، عطاني 15 مليون. وانت زدتي 7 المليون من الحانوت ديالك؟ من الحانوت ديالي، قال لي غير اعطي لي فلوس حتى نهار الاثنين نعطيك الفلوس ديالك. راه انت واحد الصديق ديالي، واحد اش غنقول لك، الله الخير ديالك ما ننسى. وزدت انا 7 الملايين. وزدت انا 7 الملايين. وهادشي هذا عندك فيه وثائق؟ عندك عندي وثائق، عندي الشهود، عندي هادشي مقالي زين، عندي الشهود مقالي زين. هادشي راه صحاب لي قام في دمنات راه في راسهم هادشي غير ضمانه ديال جوج كونترادات. والسيد راه غدرني وذبحني. وزدت انا 7 الملايين اللي كنروج في الكار والتعبيات، فرقتها في الانتخابات. ملي السيد تبع لي الشيك في البنكه، وليت رفعت ليه انا دعوه، وحتى هو دفع الشيك عند الجدرميه، وليت انا كنخاف. ما بقى كنجلس في الحانوت، باقي فيه 1 مليون و 60 فريال ولا مليون و 80 فريال. دابا فين وصلت القضيه؟ وصلت القضية الشيكة ديالي عند لابيجين. لابيجين سولني لابيجين وعطيت لهم تصريحات لابيجين، والشهود ديالي راه عطيوهم الاقوال ديالهم عند لابيجين. راه صافي صلان بالدوسي ديالي راه كمل، غادي يمشي عند المحكمة. وخمس شهور هادي باش نزيد المحل ديالي. ملي دخلت لول المحل ديالي انا كنبكي، انا كنبكي ملي لقيت المناضلة فات هاد التاريخ، الكاشير فات هاد التاريخ، السردين فات هاد التاريخ، الهرم ديال الخبز يابس. وليت انا كنبكي على قاش انا هوت واحد الدرجه لتحت. انا كنبكي وما بقى عندي السمعه. شنو بغيتي دابا؟ شنو اللي مطلوب من الناس؟ اش مطلوب من الناس؟ راه السيد هودني من الفوق للتحت، ما بقى عندي السمعه مع الوالدين ديالي، ما بقى عندي السمعه مع نسابي، ما بقى عندي السمعه مع الشريعة ديالي. وخسرنا السيد البنكه ديالي، الا بغيت نرجع للبنكه خصني 5000 درهم ديال هذاك 10 مليون اللي دخل ورجعت. 5000 درهم، كلشي هذا الشيء بالوثائق. وهذا الشيء هذا مستعد تقولوا في الاعلام في الصحافه؟ هذا انا اللي كنطلب الاعلام، وكنطلب الصحافه، وكنطلب سيدي ربي يقص فيه الحق. انا والبحث طلعت للحانوت ودخلت للحانوت وكنبكي. انا مستعد نقول هذا الشيء اي اللي ضرب في الرباط، اي اللي ضرب في المغرب، كنستعد نقول هذا الشيء. يعني هذا الشيء كنقول على حقاش. مليت انا التاجر كبير ورجعت نشريان، صافي انا مشيت للجبل. دابا كلا لك فلوسك؟ اه كلا لي مليون 80 ولا مليون 60 ريال. فتحت التاريخ مناضة، فتحت التاريخ والسردين والكاشير والخبز والجامع السراد وكل شيء، داك الشيء الجامع فتحت التاريخ. والبنكه ديالي. وهاد السيد هذا كاين بوحدو اللي في المنطقه كيشري فلوس، كيشري الاصوات بفلوس، ولا كاينين ناس اخرين؟ كاينين اخرين كيشري على حقاش. كنلقى السوق غلا، كنمشي كلشي عارف المناطق على حقاش. انا معروف ولد عندي السمعه كبيره في الجبل، انا كنعرف ايت مقول، كنعرف ايت ديوال، كنعرف ايت تامليل، ايت توتلين، ايت زياد، اي ما نقول لك الدار للدار على حقاش. انا في المعقول ما عمرت انا دخلت هذه المشاكل حتى هذه المره. وليت الوالد ديالي تقتل الوالد ديالي من هذا من هذا الانتخابات، على قاش الوالد ديالي ما رضاش، عنده واحد السمعه كبيره. وبان لك هذا الملف هذا غادي مزيان في المحكمه ولا؟ غادي مزيان في المحكمه ان شاء الله بحول الله. وليت الوالد ديالي تقسم هذه الدعوه، ديتها للمامونيه بالوثائق ديالي، ديتها عند الطبيب، وفيه التخطيطه ديال القلب. قال لي الدكتور خصك تدوز ليه القلب 3 الملايين، فيه التخطيطه ديال القلب. والوالد ديالي ما كاين. والسلطات كتشوفها متعاونه، البوليس والجدرميه كتشوفهم متعاونين، ولا حتى هما ما باغينش هذا الملف يتعرف؟ ايوا كلشي في راسهم، كلشي في راس المدينه، كلشي في راسهم. لا كاع المدينه ديال دمنات راه كلشي في راسهم. هذا الشيء غير ضمانه، دار جوج كونترادات. راه السيد راه دوخني وذبحني، يا سيدي ربي تاخذ فيه الحق. انا كنطلب الله تبارك وتعالى